سائل يسأل: ما حكم الإيداع في البنوك الربوية؟ ما حكم إيداع الأموال في البنوك الربوية بدون أخذ فوائد ويسدد منها فواتير الكهرباء والتليفون وغيرها؟ إذا احتاج الإنسان إلى الإيداع للحفظ في البنوك لا بأس بذلك للضرورة، لأنه لو لم تجعلها في البنوك عليها خطر، تسرق ولا تضيع ولا، هي في البنوك آمن وأحفظ. إذا كان المقصود مجرد الحفظ فقط فلا بأس به للضرورة، أما إذا كان للاستثمار فهذا لا يجوز لأنه ربا. نعم.